السلام عليكم عبادي يا صليم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما جمعا إن شاء الله. أمال صفحتك فين يا معلم؟ والله يا ابني نسيتها في البيت. ليه؟ لا ولا حاجة، أصلي لمتها لك. نويت أصلي ركعتين لله. الله أكبر. لا لا لا، ده أنا عاملها قبل منك. قرية خميس، مش ده المكان نتحاسب فيه؟ تعال معايا بره. اما اني كنت مغفل بشكل، دخلت علي امور المشيخه بتاعتك ولبستها زي الكرتل، لكن اديك وقعت زي الرك. الله ينجيك يا معلم بيومي. ان شاء الله مش هينجيه طول ما